بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 93. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم الحديث في مواضيع الفقه الإسلامي، ونخص في حلقتنا هذه موضوع الرهن والضمان في الديون، لأنهما من جملة التوثيقات الشرعية التي بها تحفظ الحقوق ويحسم النزاع وتنتظم مصالح العباد. إن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده توثيق ديونهم بالكتابة والإشهاد والرهان المقبوضة والضمان والكفالة حتى تطمئن نفوس الدائنين والمدينين ويصل إلى كل ذي حق حقه، لأن الإنسان عرضة للموت وعرضة للنسيان والفقر والإفلاس أو الجحود والمماطلة، فإذا وثقت الحقوق لأهلها اطمأنت نفوسهم وحفظت أموالهم، وحصل بذلك أيضا عون للمدينين على إبراء ذممهم أحياء وأمواتا. وهكذا كل تشريعات ديننا الإسلامي العظيم كلها رحمة وعدل وكلها حكمة وفضل. أيها المستمعون الكرام، من أحكام الرهن إذا كان حيوانا يحتاج إلى نفقة وكان في قبضة المرتهن، فإن الشارع الحكيم رخص له أن يركبه وينفق عليه إن كان يصلح للركوب، ويحلبه وينفق عليه إن كان يصلح للحلب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. أي ويجب على الذي يركب الظهر ويشرب اللبن النفقة في مقابلة انتفاعه، وما زاد عما يقابل النفقة من المنفعتين فإنه يكون لمالكه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: دل الحديث وقواعد الشريعة وأصولها على أن الحيوان المرهون محترم في نفسه لحق الله تعالى، وللمالك فيه حق الملك، وللمرتهن فيه حق الوثيقة. فإذا كان بيده فلم يركبه ولم يحلبه ذهب نفعه باطلا، فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة الرهن والمرتهن والحيوان أن يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب ويعوض عنهما بالنفقة. فإذا استوفى المرتهن منفعته وعوض عنها نفقة كان في هذا جمع بين المصلحتين وبين الحقين. انتهى كلامه رحمه الله. قال بعض الفقهاء رحمهم الله: الرهن قسمان، حيوان وغيره. والحيوان نوعان: حيوان مركوب ومحلوب تقدم حكمه، وحيوان غير مركوب ولا محلوب كالعبد والأمة، فهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن مالكه. فإذا أذن له مالكه أن ينفق عليه وينتفع به في مقابلة ذلك جاز، لأن ذلك نوع معاوضة. والقسم الثاني: ما لا يحتاج إلى مؤونة كالدار والمتاع ونحوه، وهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن الراهن أيضا، لأن الرهن ومنفعته ملك للراهن، فإذا أذن للمرتهن أن ينتفع به جاز ولو بغير عوض، إلا أن يكون الرهن بدين قرض فلا يجوز للمقرض أن ينتفع به كما سبق، لئلا يكون قرضا جر نفعا فيكون من الربا. أيها المستمعون الكرام، ومن التوثيقات الشرعية للديون الضمان، وهو مأخوذ من الضمن، لأن ذمة الضامن صارت في ضمن ذمة المضمون عنه. وقيل الضمان مشتق من التضمن، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق المضمون. وقيل مشتق من الضم، فالضمان معناه ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت الحق في ذمتيهما جميعا. ومعنى الضمان شرعا
التزام ما وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه، والتزام ما قد يجب أيضا، كأن يقول ما أعطيت فلانا فهو علي. والضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ضامن. وروى الإمام الترمذي مرفوعا: الزعيم غارم، أي ضامن. وقد أجمع العلماء على جواز الضمان في الجملة، والمصلحة تقتضي ذلك، بل قد تدعو الحاجة والضرورة إليه، وهو من التعاون على البر والتقوى، ومن قضاء حاجة المسلم وتنفيس كربته. ويشترط لصحة الضمان أن يكون الضامن جائز التصرف، لأنه تحمل مال فلا يصلح من صغير ولا سفيه محجور عليه. ويشترط رضاه أيضا، فإن أكره على الضمان لم يصح، لأن الضمان تبرع بالتزام الحق، فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأموال. والضمان عقد إرفاق يقصد به نفع المضمون عنه وإعانته، فلا يجوز أخذ العوض عليه، ولأن أخذ العوض على الضمان يكون كالقرض الذي جر نفعه، فالضامن يلزمه أداء الدين عن المضمون عنه عند مطالبته بذلك، فإذا أداه للمضمون له فإنه سيسترده من المضمون عنه على صفة القرض، فيكون قرضا جر نفعا من هذا الوجه. فيجب الابتعاد عن مثل هذا، وأن يكون الضمان مقصودا به التعاون والإرفاق للاستغلال وإرهاق المحتاج. هذا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، لنستوفي معكم الحديث عن بقية أحكام الضمان والكفالة إن شاء الله، وهو المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.